باشر جهاز البحث الجنائي بقبول طلبات منتسبي جهاز المهام الخاصه سابقا، وذلك بضم اعضاء جهاز الاداره العامه للبحث الجنائي بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحه المشير خليفه حفتر. وقال رئيس اللجنه لقبول اعضاء جهاز المهام الخاصه سابقا العقيد صالح رف الله، تم قبول ملفات المنتسبين بتعليمات مباشره من وزير الداخليه ومدير الاداره العامه للتدريب ومدير العام للبحث الجنائي. تم تشكيل اللجنه رئاسيه، أنا العقيد صالح رف الله، ويعاوني المقدم حسام جمال، والمقدم توفيق، والرائد سالم مسعود الفرجاني، بخصوص أن نقبل ملفات جهاز المهام الخاصة، وعلى أن يتم قبولهم حسب قانون رقم 10 لسنة 92. وإجراءاتنا نحن كالآتي، يعني إجراءات رسمية، بحيث أن يجينا الطالب يقدم ملفة حسب المصوغات في قانون رقم 10، ومن ثم نحن نزرو للكشف الطبي، وعن طريق الكشف الطبي بعد ما نتأكدوا من الملف وفرز الملفات بالصورة الصحيحة يتم إعطاء الكشف الطبي، يمشي به للجهات المعنية اللي هي مثل مستشفى الصدرية اللي نقدموا لهم تحية كبيرة، والتحاليل الطبية، وأيضا مستشفى بنزار اللي هو معروف مستشفى الشرطة. وأوضح رف الله أنه تشكلت لجنة لقبول المجندين الجدد لصالح البحث الجنائي تحت إشراف ضباط وضباط صف يتبعون الإدارة العامة للبحث الجنائي. هذا وبلغ عدد الأعضاء حوالي 580 منتسبا تمت مراعاة الشروط الصحية والقانونية في قبولهم وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الأمن والشرطة. دانيا جمال، ليبيا الحدث.